قالت مصادر رسمية معنية بملف مياه النيل إن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري رفع تقرير نتائج اجتماع اللجنة الثلاثية لسد النهضة الذي اختتم أعماله في القاهرة على رئيس الوزراء، متضمنا أسباب فشل الاجتماع في وصول لحل للأزمة، مع عرض بعض المقترحات التي من بينها ضرورة عقد قمة مصرية سودانية إثيوبية عاجلة. أستاذة فتحية، يعني هل تعتقدي أننا وصلنا لطريق مسدود بشأن سد النهضة؟ وهل أيضا تتوقعي تدويل القضية قريبا؟ يعني احنا من بداية الأزمة مع أثيوبيا في سد النهضة، واحنا يعني شايفين تعنت من الجانب الأثيوبي، عدم وفاء بالالتزامات في إعلان الخرطوم اللي تم توقيع، إعلان المبادئ اللي تم توقيعه من الدول الثلاثة عام 2015 بهذا الشأن. فمن ساعتها واحنا شايفين أثيوبيا بتتعنت، لا بترفض تنفيذ يعني الدراسات الفنية، التوصيات اللي بتتم بالحكومة المصرية، واعتقد انها كانت بتماطل لاستمرار بناء السد في ظل يعني لقاءات مستمرة ما بتخرجش بحاجة، ومنتظرين النتائج بنحاول معها بصور ودية ان احنا نوصل لحل، لكن هي بتماطل وبتستمر في بناء السد. فاليوم يعني في اعلان من الجانب المصري، اللي احنا طول الوقت كنا بنأكد ان احنا ماشيين على الطريق، وانه في حوارات، وان الازمة ما زالت قيد، يعني ما فيش ازمة، وان احنا بنحاول نحلها، وانه في اتفاق بين الدول الثلاث. لكن واضح ان الازمة تصاعدت لدرجة ان الحكومة المصرية تقول اليوم انها خلاص وصلت الى النهاية، يعني وانه في تعنت من الجانب الاثيوبي. في مطالب دلوقتي فعليا بان احنا ندور القضية، وانه يتم عرض القضية على مجلس الامن الافريقي، خصوصا انه اثيوبيا لم تلتزم باي من توصيات اعلان المبادئ، وما التزمتش باي من توصيات الدراسات الفنيه للمكتب الاستشاري الفرنسي. فاتوقع المطالبه الاقوى هي القمه الثلاثيه بين الزعماء الثلاث لاحتواء الازمه، محاوله الوصول الى يعني نقاط تفاهم. احنا مصر مش ضد بناء السد، لكن هي تبحث عن استمرار حقوقها في الميه، انه عدم التاثير على حقوقها في الميه، واحنا ده ممكن يحصل ببعض تنفيذ بعض التوصيات من المكتب الفرنسي، بخاصه بفتره ملء السد انها ما تتم على فترة طويلة مش فترة قصيرة، الحفاظ على حقوق مصر وحصتها من المياه انها لا تتأثر. فأتمنى ان الجانب الأثيوبي اللي هو يعني حتى الآن ما أثبتش حسن النية في هذا الإطار، انه يعني يكون في بوادر لحسن النية، ويكون في لقاء بين يعني الدول الثلاث، خصوصا ان السودان بقت ايضا على الخط الخلاف مع مصر في هذا الأمر، وهي مع الجانب الأثيوبي تبدو في تنسيق يعني في تنسيق متبادل مع الجانب الأثيوبي بين السودان وأثيوبيا. فأتمنى يكون في فعلا قمة ثلاثية بين الزعماء الثلاث، زي لإعادة إحياء إعلان المبادئ اللي تم توقيعه في الخرطوم 2015، وإلزام أثيوبيا ببعض بنوده. قال أحمد عبد الهادي المتحدث الرسمي.